وفاة المخرج المغربي شكيب بن عمر. توفي المخرج المغربي شكيب بن عمر اليوم الخميس بالعاصمة الرباط عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى. ويعتبر شكيب بن عمر من أوائل المخرجين المغاربة الذين دخلوا عالم الدراما التلفزيونية بالمملكة أواسط عقد السبعينيات، وراكم الراحل تجارب كبيرة، حيث قام بإخراج مجموعة من البرامج الناجحة في التلفزة المغربية، بالإضافة إلى إخراج السهرات والوثائقيات. وأنجز المخرج الراحل وهو خريج المعهد الوطني للسمع البصري بباريس في عام 1971 سنة التحاقه بالتلفزيون المغربي كمخرج ما يفوق من 12 مسلسل، مثل مسلسل الشعراء وشعرهم، وعزيزة، والشرع عطانا أربعة، ونساء آل الرم، وذئاب في الدائرة، وغيرها. وكان آخر أعمال شكيب بن عمر خيوط العنكبوت سنة 2014. الراحل هو أول مخرج مغربي يتوج بجائزة أحسن مخرج في مهرجان التلفزيون بالقاهرة سنة 1998 عن مسلسله ذئاب في دائرة، كما حصل بعد ذلك على جائزة من المركز الدولي للإذاعات والتلفزيونات الناطقة بالفرنسية.